شيء يا فم وما سماري كانك تسوق برا جاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري راسين كاري برشيق يا فم وما سماري كانك تسوق برا جاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري أمبيونس ديما مهبولة هاي شيلة بلا شلة ملمومة علي 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 الصوت كلها هوني ثقافوت كي شبكة العنكبوت جوجل جوجل سيسمي بالنور يقود ولا حساب تحت التوت كل سؤال جواب بوم سوجل هاي برشيق يا فم وما سماري كانك تسوق برا جاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري راسين كاري برشيق يا فم وما سماري كانك تسوق برا جاري ضحكة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري. مرحبا بكم مستمعينا، هذه حلقة جديدة من راسين كاري. شكرا لوفائكم، مرحبا بكم، هذه راسين كاري على يفهم حتى للسبعة معكم اليوم الأربعة تاو الخمسة وأربعة وين ما كنتوا نحييكم، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية وين ما يوصلكم صوتنا في تونس ولا في خارجها. اليوم جروب جديد في راسين كاري ترجع لنا فرح برجل. نرحب بكل المستمعين والمستمعات اللي تفرجوا فينا، نرحب بالموجودين في الاستوديو وفرحانة اللي رجعت خاطر عندي مدة مانيش معاكم، وعندكم سلامات وتحيات خاصة سيدي سامي من تلامذة محلاهم من تلامذة هاكم ويتش بعض اي اليوم كانوا سيدي اليوم فات جي اسيستي وسامي كانوا يستناو فيك وكان عندك فوالا فوالا دونك سي اون ايكول بريمير تونسيه خاصة صحيح نحيوهم ونقول لهم مبروك. الراديو اللي عملوها سي اون بروميير اون تونيزي على خاطر برشا مدارس يمكن اجنبيه عندهم راديو ولكن في تونس انه تكون فما راديو. دونك ايماجيني محلاها التلميذ الصغير عنده راديو عنده فرصه يكون قدام ميكرو يحضر شنو باش يقول ويولي صحابه يسمعوا ويمكن اذاعات اخرى تشوفوا. دونك نحب نقول لهم مبروك لانتيغرال راديو ومبروك الكنزه اول صوت ظهر في الراديو هذه نشوف اونير وستريس قبل فوالا وعلاش ليه تستدعاه في اهل زميل خاطر الكنزه بالحق دونك مبروك عليهم وفرحانه بالتجربه هذه. بون كان كنت نحب نحضر ولكن بون ما نجمتش ولكن نحييهم وان شاء الله مبروك. وهذا اش معناها انه وليد صغير يمشي من الاول انه يعرف الحاجات اللي هو مغروم بها. تلقى الناس برشا مغرومين بالمسرح بالسينما بالاذاعه ولو كونتوني بيان سور هما يفون لونغيشيغ اكيد. كيل شانس ولا كيل شانس بيان سور. يلا ترجع لنا جميله الشحي. سلام على الناس اللي تسمع فينا وتشوف فينا الكل، بوسه كبيره سي سروحكم والاحمر يليق بك سي سامي. احنا وياك اخترنا نفس اللون اليوم سبحان الله والله اللي متفاهمين والله. يلا سعد رجعنا غازي عيادي. لروج كي بوج اليوم والحمد لله وتحيه للساده المستمعين. انا بيدي كيما فرح من الجمعه اللي فاتت ظهرت لي المسافه طويله شويه اي سورتو وقت اللي نتوحش اصحابي اللي زاد اليوم ماهمش موجودين ان شاء الله نلقاهم غدوه لا وكل يوم عندنا اي لا ما هو سوا نغير بعضنا والحقيقه كي ولينا نقعدوا ايامات ما نتقابلوش نفقدوا بعض سي بيان. هو الاتموسفير هذايا اللي موجود في راسين كاري الحمد لله انه موجود باش انه يعطي لو ماكسيموم للمستمعين. صغيرة على الحب وعلى برشا حاجات ساعات فما اغنية هادفة تعلم من بعد سامي تعمزي فكرني باش نغني باهي حاضر نورمالمون يكون معانا صوت الحكمة عبد الستار عمامو تابعت شوية من في ثنية إن شاء الله الميكرة ما حضرتش دونك قاعد يستنى حتى من فينا إلى أخرى يصل عبد الستار عمامو عنده التزامات. مرحبا بكم الكل. سؤالي الأول يقول 1400 قاصر تونسي هو عدد تسجل في 2020 حسب رأيكم فيش قاصر ايه 1400 قاصر تونسي هو عدد سجل في 2020 حسب رايكم فيش نجم نقول 1400 طفل انه الحرقه الحرقه هي في الحرقه هي من تونس بطريقه غير شرعيه قاصر 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 الهجره غير شرعيه هي ظاهره قاعده تتفاقم في السنوات الاخرى. الارقام اللي تقول انه في 2020 12510 مهاجر غير شرعي منهم 342 امرأة 10383 رجل و 385 قاصر اكومباني معناه بعائلته ولكن 1400 مينار
ماهوش اكومباني هذه كيفاش هذه انا مثلا عمره 13 14 باغ اكزومبل شنو اللي حكاو له على البرة معناها شنو باش يلقى حكاو له صغير يعني تقريبا 10% من المهاجرين بطريقه غير شرعيه هما قصر هاجروا وحدهم شوف راهو الاطفال نتاع توا ماهمش الاطفال نتاع بكري توا 10 و11 سنه تلقاه عنده خبره ودرايه على حاجات يمكن احنا في عمره هو قبل ما كناش نعرفوها ولكن يبقى طفل ليه وشفنا قداش من مره حتى في حلق الواد وقداش من مره يتشدوا الصغار كيفاش يباتوا ويتخبوا باش بعد يهربوا ويتخبوا في البطوات فما بالك انت باستغلال تخبوا في البرد فما ولا يتخبوا في البرد وما نحكيوش على لافاج دو سيرفو اللي نجموا ولي ريسك الكل يتعمل لهم الكوز نتاعو هو الفقر المدقع اللي الصغيرات هو واحدة من الأسباب هو الظروف الاجتماعية القاسية هي السبب الأساسي شوف وقت اللي الصغير يروح يلقى أم وبوه يأكلوا في بعضهم لأنه باش يكملوا يعيشوا في البلاد مالوريزمون الصغير يتحبط والمشاكل هذه ما تنجم تخليله كان انه في وسط الحومه وفي وسط البيئه اللي يبدا موجود فيها باش يختلط بما اكبر منه ويسمع كان الحديث هذا شو كيف يولي راه في ما نعرفش نشوف فيكم تحكيوا في الموضوع بكل اريحيه معناتها شو بدي معناتها معناتها تلوجوا على الاسباب اما انا نفكر في لي كونسيكونس معناتها نعرف كيف تلميذ يكمل الباك مثلا وينجح ساعات باش يمشي يقرا لبرا تلقى ام وبوه حايرين وين باش يسكن ويمشيوا يلانستال ويحطوا كان كراول ولا كان ما بيت جامعي متاثرين والماكله تمشي في الحكوك المسكرين ويوليوا كل 15 يوم كل حاجه شكون يهزوا ماكله معناتها شوف ويعيشوها كحاجه كبيره ياسر ولد ولي عمره 17 و18 و19 ماشي يقرا لبرا ويبدا مامل له كل شيء تخيل هذا ليفغي لوي ميم ماشي عمره 16 14 اول حاجه انك باش تشق بحر حاجه معناتها بالحق لحمي شوك انا عشت الغربه ومشيت معناتها في امور منظمه مشيت صغيره صحيح اما غربه راهي حاجه صعيبه ياسر راهو ايش نقول لك حتى يوصلوا لها هما الغربه ما نعرفش ان شاء الله يوصلوا شكون تفرج في فيلم بنزين لا فيلم رائع فيلم تونسي يحكي ما يحكيش على الحرقة في حد ذاتها أما يحكي على وضعية الأولياء أنا تونت سمعوا بولدهم شي باش يحرق ما يعرفوش عليه وصل ولا لا ما يعرفوش عليه هو وين دونك ال يصور لك الحالة النفسية نتاع الوالدين في اللحظات هذوكم حاجه قويه برشا دونك باللي احنا باش نتكلموا كما قلت اريحيه ولا مش اريحيه رانا ما نجموش نوصلوا نوصفوا الحاله اللي هما يحسوا بها اكيد هي راهو من الززه اي طبعا مش واحد ما يطمح المستقبل خير اكيد اما كي ما عندوش الظروف انه يحسنوا فانه اي حاجه تجي قدامه ولو فيها مخاطر ولو فيها معنا برشا ريسك فانه ايش تتخيلوا يعمل شو مش يعمل نجم ننصح صغار في حاجه هيا وصل مثلا وصل لباريس ولا وصل لايطاليا ولا وصل من عشوين شنو يعمل في العمر هذا ما نعرفش بالحق سامحني انا باش نجاوبك انا من 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 خاطر انا عشت التجربه هذه انا ننصح صغار يمشيوا يعملوا موسيقى يمشي يعملوا موسيقى يدخل يقرا في كونسرفاتوار اللي بلاش واللي في دار شباب يمشي يعمل مسرح خاطر انا وقت اللي صغير مشيت صدقني الموسيقى ذيك عملت لي مستقبل قد ايه عمرك مشيت وقت اللي مشيت عمري 17 سنه و6 اشهر ولا 7 اشهر لا معناها شوف نحب نقول انه اعمل حاجه باش كي تمشي تنجم غاديك تلقى ما تعمل بها احنا كي مشينا عملناها موسيقى هنا بالضبط كي مشينا غادي اوتوماتيكمون بعد فتره صغيره من هكا المعاناه الصغيره لقينا روحنا ابري اموا نخدموا في بلاصه كبيره ونخدموا في اوركستر كبيره والحمد لله معناها وبرشا ناس صغيرات تمشي يعملوا موسيقى لهنا برشا ناس وبعد الموسيقى راك تنجم تمشي غادي تخدم يصلح لهم هذا نرجعوا للواقع شويه انا من قبيله كي قلت مش كيما وقتنا كيما وقتهم توا في دور الثقافه في نوادي المسرح مثلا قبل احنا كنا نتعلموا نسمعوا الكلام ونبداو وبلاش فلوس نقراو احنا كنا قبل الموسيقى توا مثلا نعطيك اكزومبل انا في نوادي كي كنت مدير دار ثقافه يقول لك بالتعدي له سيونس اثنين يقول لك فماش كاستينغ قبل عمرك ما كنت تسمعها معناها توا راهو فما لهفه من نوع اخر ما عادش فما الصبر النجاح سي ايميديا توا معناها هي. يلا وقتاش وصل البرقدين لشمال افريقيا حسب رايكم واحد من ستار شويه وعد كبير هاي
منين جاي ساعة هو؟ أول ما ظهروا القوارص كان هذا منذ القدم خويا سامي. أي القدم. سمعت خويا سامي. 20 مليون سنة. لتين. سوا. 20 مليون سنة. من 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 أقدم الحاجات اللي تزرعوا راهو. وقتاش وصل البرقدان شمال افريقيا في القرن الثالث، دونك كان هذا في ما بين جنوب شرق اسيا واستراليا توا، دونك بدينا نحكيو على زراعه القوارص. كان 2200 سنه التالي الصينيين هو اول من اهتم بزراعه الغله زي كلمه اورانج جايه من اللغه السنسكريتيه اللي هي لغه قديمه في الهند في شمال افريقيا. اول اثار على زراعه البرتقال ترجع للقرن الثالث ميلادي، ووصلوها سكان شمال افريقيا لجنوب اوروبا وصلت تقريبا في القرن 11. صقليه هي اول منطقه اوروبيه هاي هوني مش بعيده برشا اهتمت بالغله ذي، ومنها وصلت لبقيه بلدان اوروبا. البرتقال ما كانش مستهلك كما اليوم، كان ربما نادر لانه كانه عاده تتهدى للاطفال في نويل. كان يتهدى البرتقال وقت اليوم مثلا في فرنسا هي ثاني غله اكثر استهلاكا في في فرنسا بعد التفاح مثلا. يلي زرعتوا البرتقال يلا اجمعوه وقتها خرج الغناء. زرعتوا البرتقال يلا اجمعوا آن الأوان يلا اجمعوا يلا يلا ترنرنرنرم تام. أم كلثوم احنا زرعنا واحنا جانينا ترنر واحنا اللي بعد التعب جانينا يا ربي صونه ويكون في عونه يا ربي صونه ويكون في عونه اللي ذاته البرتقال. هذه اغنيه قديمه يذل ام كلثوم واللي عنده فكره يقول لنا خاطر انا حفظتها وانا صغير يذل ام كلثوم اللي كانت. فما اغنيه اخرى تونسيه تاع البرتقال تذكرها سعدك برتقال فوالا احلو ونحوزك يا مزيان حط برتقال في السر خذ ربي معايا على البرقدانة وزيدوا معايا على البرقدانة رد دد 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 دد. والله اسمع الناس كانت عندها روداس تمام كانت عندها بخدرانة توا تقول لي غني لي على البرقدانة نقول لك سامحني راهو مش توا يا البرتقالة فما غنية يا البرتقالة عراقية عراقية يا البرتقالة توا تهنينا على القوارص وقتاش وصلوا الفاكسا وقتاش يوصل سيدي القوارص وصلوا هاو قد هذا السين زد هي بيدها في كيما البرقدان كيما الفاكسا هي القوارص نوع من الفاكسا بيان سور هذيك توكا واحدة من أشهر الغلال في تونس يعني في زمن مازال ويظهر لي حتى اليوم انه القوارص التونسيه تمشي للاسواق العالميه كذلك والحمد لله لسعرها عند الناس الحمد لله اللي سعرها مناسب للناس كل باش على الاقل شويه فيتامين سي للشعب. اما مدموزيل مدالينا سنة ماهيش ماهيش حضور صديقي هيثم يقول لي محمد عبد الوهاب الغنايه لحن ينجم يكون يلا باش نسالكم على واحد من اهم الاسماء في اختصاصه من مواليد مارس 1935 خذا شهاده البكالوريا نتاعو وقت اللي عمره 17 سنه مشى قرا في جامعه الطب في باريس بعد ما خذا شهاده جامعيه في تونس في الفيزيك شيمي والبيولوجي وقتها جاء الرابع في البروموسيون نتاعو في فرنسا قرا عند اهم الاطباء كيما لينيغر ولا دكتور كاسترو في فرنسا شغل برشا مناصب مهمة وين ولا بروفيسور أغريجي 66 في باريس خدم شيف دو كلينيك في جامعة الطب في باريس روح لتونس وعمل مسيرة متميزة ولا شيف سيرفيس في سبيطار رابطة كان في نفس الوقت يدرس في جامعة الطب من اللي تأسست عام 64 كان يجيب الذمة من باريس باش يقدم ليكور نتاعو للطلبة نتاعو تقابل مع بورقيبة في أكثر من مناسبة وكان هو اللي عالجه في نهار 15 مارس 67 وقت اللي عانى الرئيس من مشكل في القلب يعني انفراكتوس وكان الطبيب الخاص للحبيب بورقيبة اللي عملت معاه انت الانترفيو بالك شيء لا لا فما دكتور كعبي حاجه هكا قاعد يخدم في الرابطه حتى ل 1990 من انجازاته انه وفر البافيون 13 معناها ليزيكيبمون تاع تاع البافيون 13 ومن اهم انجازاته لليوم تنقذ ارواح
العديد من الناس. سي محمد ليه تيلي نتاع الأعضاء. سي محمد طبيب مختص في شنو؟ في القلب. عادي إذا كان نحكي على القلب باش نعطيكم أنه هو من أول من أسس للقسطرة في تونس. القسطرة شنو معناها؟ لي سال دو كاتي، للناس تدخل باش أنه عندهم مشكل في في الشرايين مثلا، فما تقنيات معينة يتصوروا الشرايين يبدأ يغزر لهم الطبيب ويحاول أنه ينحي الحاجة اللي هي كيبوش للعروق، زادا يركبوا بيانسور لا يركبوا يعني كل ما هو ضاع علي الستانت. دونك الستانت في عملية القسطرة يدخل كيما الرسور في العروق باش انه المريض العروق بتاعه هكا بيانسور. فما انقاذ للحياة البشرية، كان اول من أسس لقاعة قسطرة في تونس سويت للسافوار فير نتاعو اللي خذاه من باريس، وبطبيعة الحال اللي تميزوا في عالم الاختصاص هذا. صح برافو. هو دكتور من مواليد مارس 35، هو الدكتور محمد بن اسماعيل. دكتور بن اسماعيل، قول دكتور بن اسماعيل. سي لان دي بيوني في تونس في الاختصاص نتاعو بطبيعة الحال. انا نعرفوا هذا، اي فوالا انا ونعرفوا معناتها بالحق معروفين. عندنا في تونس اكثر من 40 قاعة قسطرة، واللي النيفو هذا بعيد على البلدان العربية، بعيد على مصر، بعيد على المغرب، نحافظوا عليه، بعيد على الجزائر، ناخذوا في نفس الدر باسماء عديدة، باسماء كبيرة لاطباء. وشكرا على المعلومات اللي اعطاهم لي صديقي الدكتور فوزي دريسي اللي هو واحد من اهم الاختصاصيين في امراض القلب. ربي ماتنونك وليت نعرف على شكون نحكي، وذكرني وقتاش الولادة 1935 مارس 35. برشا ناس اللي عملوا الاختصاص، تحية لأطباء تونس في مختلف الاختصاصات، ولكن واحد من أهم الاختصاصات اللي فيهم تميز كبير للتوانسة هو اختصاص أمراض القلب. مازال موجود مازال موجود، ربي طول عمره. دونك واحد من أهم الأطباء في تونس، زرع الأمل في برشا ناس، معناها بالحق حاجة كي من هكاية تنقذ مئات. عندنا ناس نعرفوهم وصحابنا وحبيبنا عاملين الرسورة ذاك اللي في العروق. أي الستانت، معناها العلم. فما أربع حاجات هي تسد العروق وتبعدوا عليهم، ماذا بيكم؟ الشحوم، الكوليسترول، التدخين، وي الديابيت، والستريس. خليت يا سامي، هاي فوالا هذو هما اهم اعداء. الكوليسترول معناه السمنه، معناه الكوليسترول كبدة عالية، السكر، الملح، الحاجات زي. انا ننصح الناس، ما نجمش نعطي نصيحه لاني مانيش طبيب، اما اهم حاجه الناس تعمل برشا سبور. رو اهم حاجه هي الاكتيفيتي فيزيك طبعا. اللي ينجم حتى يعمل مارش يعمل مارش، وي و5 وخميس دخله يدي. لا انا كنت انزل يا جميل الساعه يا ديني وما حلالي فرحوا بالعوادة والله لا تقطع الوعادة وتخاف علي خمسة وين لخميس علي خمسة وين لخميس زغرت يا فرلة للي مش يشوف فينا راهو عم ستار العروس تخلص لازم تشوفوا لازم تشوفوا مش نورمال يا عم ستار هذا رقم أربعة ستار عمامو مسيكم بالخير ممكن نصيترة نصيترة عشان حتى نتكلم ديما في الكوزين سامحوني على التأخير لا خاطر اللبسة تاخذ وقت هذي كانت خيالها لا والله لا كنت في التلفزة برشا على التلفزة بيدا يسر عليها والله برشا عليها دعوتي لبرنامج طريق حلو إن شاء الله بتاع زميل سي برهان بسيس وفي ولدي في نسيبي رامي في رامي نسيبي سهرنا سهرنا العزيز ولذا معناها مختلف كيفاش ترقاوه بيان سور كان غير راهو آخر وقت
راهو هو كان زين يخطبني يخطبها من عندي اللي في اخر وقت دارت الطوموبيلها وانت كان مازال عندك الوقت حتى قبل العرس بتبيع يخطبها من عندي هو ليه هو ما نعطيتها هذا ما صديق خطيب بنتنا مي مي وعدت ومنجت البرنامج فوالا اما هذاك علاش هذاك بارك الله عليك راوي راوي انا هذول تخي سامباتيك صراحه داير جاتني ليه كلمه من عند شخصيه كبيره رئيس دوله سابق قال لي بليك الوليد هذاك ريتو محليه هو خفي ظله وعنده ما يقول في روحه قدام اللي نرى فيهم حتى تجيبوه معاكم الراسين كاغي جلسكم السيدي راه هو موجود معنا في الاذاعه اما في برنامج لا عنده ستيل هو عنده ستيل معين به هو وستيل اللي يحلو للناس معناه ما فيهش حتى حاجه تنجم ترماركي ما يتعيب الحقيقه ما تقولوش برشا كيك اما اللي شكون يعرف كي نقول له على المهر ينقص لي يقول لي انا احنا تابعين في دار العروس انا طالب انا خاطر طالب برشا معاه الحبيب بورقيبه لا توفى بيجي قايس توفى شكون زعما اش قاعد فؤاد المهزه شكون نحب نعرف الشله نتاعك عم ستار يلا مرحبا بك عم ستار سؤال يقول بعد الحرب العالميه الثانيه فما اكثر من 7000 الماني عملوا حاجه معينه حسب رايكم فيش تتمثل 7000 شوف فما حاجه عملوها للزلمانه ريتها اللي الماني عاد اختصاصي لا لا مش اختصاصي انا الماني نحبها برشا الحقيقه اما لا انا نتفكر انه بعد الحرب العالميه فما برشا انتحروا في المانيا هو الانتحار داير ثاني فما في الفيلم هذاك اللي عمل ضجه شويه شو اسمه وزير هتلر اللي مرته قتلت اولادها الاربعه تذكر الخمسه تقريبا ثلاثه بنات لاشوت فوالا لاشوت كيف سمتهم هما راقدين بعدين قتلت روحها وقتلت سي شوكون المشهد هذاك سي تلم فهم ام تقتل اولادها بالدرجه هذه لا هما هتلر ما يحبوا قوه فريمون هذيك حاجه انتحر وهما تدقها يعني أي معنى أكبر من الخيال مع أنا لو كان مش نعرف اللي هي قصة حقيقية نقول سي لا فيكسيون هي شخصيات حقيقية ويبدو معناه وهي الحكاية كلها مأخوذة من مذكرات لواحدة من كاتبات نتاع هتلر نتاع هتلر كانت كانت عارفة الحكاية لطف معناها حملة الانتحارات هذه تسميت ليبيديمي دي سويسيس فما مصادر كما الجريدة الألمانية داي ويلت اللي قالوا أنه عدد اللي انتحروا بالآلاف في برلين ونحكيه حسب لدوني اللي تنشروا في 1949 على 7750 شخص 7750 شخص انتحروا أكثر حملة بتاع انتحارات وقع توثيقها هي اللي تخص مدينة ديمن اللي انتحروا فيها 900 ألف شخص تقريبا يعني بمعادل شخص العشرين كانوا يسكنوا في المدينة ذي في 1945 السبب هو الخوف من الانتقام تاع السوفييت صارت ارميروج دخلت بروباغاند كبيره للخوف ولينا نحكيوا على فوضى ويتا دو بانيك ما نجموش يتحكموا فيه الالاف من الالمان قرروا انهم يحطوا حد لحياتهم قبل ما يجيو السوفييت ويعذبوهم فما اللي انتحر بشفره حلاقه فما اللي شرب السم فما اللي غرق روحه ولا فرغ كرتوشه في راسه فما اللي شنق روحه فما آلاف نساء اللي قتلوا صغارهم قبل ما ينتحروا هما بيدهم هو الحادثة هذه في التاريخ معناها كي نرجعوا للتاريخ القديم صارت في برشا حروب في مدينة إكس معناها سورتو مع حروب اليونان وكذا كي يتحاصروا ويحسوا أنها ما عادش فما حتى مخرج حربي معناها يأمر الملك ولا القائد وكشي بأنهم يقتلوا الشعب كامل الموجودين في المدينة على الأقل وجيش مش ما يسلموش بأيديهم مش ما يشدهمش خاطر كانت خاصة وقتها بخلاف اللي كان مع الألمان وقتها كانت فما العبودية ما تعرف اللي تغلب اللي غالب يشدوا يبيعوا يشري يقول لك صوتو ما كانوا ولاد ناس وأمراء ولا اللي هو يخير الموت على وإحنا عندنا حادثة مشهورة في تونس مع وقت أزدربال قرر أن يسلم للرومان بعد ما حصلها مرته القولة الشهيرة اللي مترجمة للعربية النار ولا العار أولادها الأربعة غرست فيهم خنجر كل واحد ورميتهم في النار بعدش قتلت روحها ورميت روحها في النار وخيرت أنا تموت هي أولادها ولا يقع في الأسر حتى تاريخيا تلقى في مختلف الحضارات تلقاهم مثلا عندهم خاتم في حاجة ولا شركة ولا كوندونتيف فيها السم
باش ما يتحدش كيما المنسوب الكل كليوباتر كليوباتر يقولوا هكايا مع على ذكر البوندونتيف وكل بربي اللي لبسوا شنو بروش نيشان وسام نحب كيف ونعرف صعيب اما كنحلم سي كوا يقتل هذايا الديمينيتيف نتاع نيشان الدم الحسيني اي وهذاك انت صغير هذا القلب هو خاطر 7 سنتيمتر تقريبا ودي ديامتر هذا القلب نتاعو معمول بشونتيون هذا ورثته معناتها ولا عملت تعمل لي لا تعمل لي لينا تعمل لي بالزمن ياسر حلو وانا صغير ما كانش نجم نلبس نيشان الكبير خالي يرحمه نجم تاخذه راك اي على الاخر زيد سؤال اخر على هذاك يقول لك خذ وتفضل يلزم البراءه ما تعرف نيشان الدم كذا كان البي قرر باش يعطيه الشخص لازم يعطيه وثيقه في يده اللي هو عنده حق الملكيه يعني البي عطاه نيشان هذاك خاطر نيشان ديامونت مش ما يطالبوش ملا فينا خاطر كان كي مثلا انا عندي نيشان الدم نموت بعد عمرت يرجع للدولة خاطر هما كان عدد معلوم يرجع للدولة استرجع الدولة مش تعطيه لحد آخر خاطر غالي برشا روح بيك أنا بعد أكثر أي شنو الحاجة اللي مولاو يصنعوها كان في 1900 وقت اللي هي موجودة في الطبيعة من أول الدنيا معناها ما مشيت للتصنيع كان في 1900 وهي موجودة في الطبيعة قماشة لا لا مش قماش بربي عاودنا سؤال ولا لا شنو الحاجة اللي ما ولاو يصنعوها كان في 1900 وقت اللي هي موجودة في الطبيعة من أول الدنيا يعني ما دخلت للتصنيع الحرير كان في 1900 لا تتاكلها؟ لا ما تتاكلش وحاجة كانوا يستعملوها قبل تتلبس كانوا يستعملوها تتلبسها تتلبس ليه؟ كانوا يستعملوها طبيعية طبيعية كانوا يستعملوها ولا لا؟ كان طبيعي يستعملوها ولا لا؟ اي مازالت تستعمل ليه معناتها صنعوها خاطر فما حاجه كبيره ولا يحسوا اللي لازم يوليوا يصنعوها ولا اي حاجه كبيره ولا يصنعوها لبسه جلد مش لبسه مش لبسه مش ماكله ها شابويه في سبابط كلاسيك الغسيل الشعر خراب انتم حاجه كيما الشامبوان حاجه هكا الغسيل الشعر ولا حاجه هكا شامبوان غسيل الشعر صابون لا لبسه ما تبعدش ما نبعدش تتلبس تتلبس مونجيلا تتلبس 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 كرافات كرافات سورية موجودة كرافات موجودة من عند ربي ليش مرايات هي اكسسوار باهي خاتم الحجارة كريمة اللي هي لي بيرل لي بيرل اللؤلؤ اللؤلؤ خاطر في البحر وبعد ولا الكولتيفي من اغلى الاحجار من الاحجار الكريمه لي بيرل ساعات سامحني قال لي بعد ايش قال لك اكسسوار هذيك على خزرت لي يدي هذه راهو مش با دي بيرل هذه ما واحد صف سيختو الكل بالساعات ستار اليوم بيان سور لا كل يوم نعرف وزيد هذا هذا بركة كانوا منذ الاف السنين موجودين دونك لي بير ناتوريل كانوا محل ابحاث في سلطنة عمان وفي البحرين وكل هاي التصويرة على الباج فيسبوك لاباج اف ام ما فهموا منين جايين وكيف يتكونوا كان في 1761 ومن وقتها استنبطوا لي تكنيك بتاع ليلفاج ولينا نحكيو على نشاط كامل منظم وفي 1761 فاقوا أنه اللؤلؤ هو إفراز معناه يتشكل في وسط الصدفة متاع بعض أنواع الرخويات والمحار وقعدوا من وقتها حتى 1900 يخموا في طريقة كيفاش إمكانية متاع الكولتور متاع البيرل الطريقة هذه توصلوا لها اليابانيين بشوية بشوية ولات منتشرة وبالطبيعة قعدوا لي بيرل ناتشورال هما الأغلى على خاطرهم نادرين أما حتى لي بيرل اللي تزرعوا غاليين الهدف الأول نتاعهم هو باش يصنعوا المجوهرات كما أي أنواع من الأحجار الكريمة فما إيميتاسيون تقليد نتاع لي بيرل اليوم من أشهر اللآلئ هي لي بيرل دو تايتي أكثر من نوع يفركسوا عليه هما لي بيرل فين كما اللي هداها نابوليون الأول لزوجته الثانية وعلى ما هداش الأولى اللي تباعت اللي تباعت بواحد فاصل اثنين مليون فرنك سويسري واو. في 1988 هو الـ قلت 17% واش معناها معناها وقت الـ وقت الـ وقت اللي اكتشفوا وقت اللي بدات فكره احتلال الخليج العربي معناها وقت الانجليز ولا واحد ريت معناها لادات مربوطه شويه وقت اللي بداوا يحطوا في ديو اكتشفوا ان العرب اللي غاديك والفرس هما اللي في الخليج العربي ولا الخليج الفارسي يصطادوهم حتى يلقاوهم ويلبسوهم من قبل سافوار فير كبير
دونك كيفاش نجم باش تخيل الهواء باش يهبط ولا بلونجي لا لا ماسك اللي هي بيد زاد حاجه ياسر غريبه معناها كيفاش برشا ناس توفاو سويت الهدايا لانه لبنان كي ترى كيفاش يزرعوا فيه وكيفاش يتعمل تقول كان سبحان الله على ذكر فما من اجمل ما يقولوا في وصف امراه تبكي وطفلة ما رأتها الشمس لو طلع لو طلعت عن نور طلع رؤيتها يوما على أحدي قالت لطيف خيال زارني ومضى بالله خذه ولا تنقص ولا تزدي واستمطرت لؤلؤا من نرجس عينيها نرجس استمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العنابي بالبردي يقولوا أجمل وصف المرأة تبكي معناها لؤلؤ وعناب وبرد تبرولي معناها يلا ينس حاضرة فيها فما فوترا فيك Shell V-Power, le carburant premium, il y a-t-il motor karabtek akther na géa ou fa'ilé. Shell V-Power super sans plomb et gasoil sans soufre, élu produit de l'année. رجعنا في راسين كاري مرحبا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا في تونس ولا في خارجها شكرا لتفاعلكم معنا عبد الستار غازي فرح وجميله هما اليوم ليكيب نتاع راسين كاري انا على طول ما نحكيش على الاكتواليتي ولكن هذا ستاتيو شد انتباهي بصراحه جيت فاتوره الضوء 260 دينار وانا ما عندي شيء ياكل الضوء انبوبه وغسالة قلت نهز العداد ونمشي لهم مشيت لستيج الكرم مازالوا قبلي 87 واحد الجيشي أكهو واحد أكهو يخدم قالك الإدارة مسكر عندها 3 شهر ويخدم واحد برك في الجيشي والكيسي أكهو دونك ما عجبكش برا روح عندي ساعة ونص نستنى تعديو 26 واحد أكهو محلاها الدنيا محلاها ويقصوا عليك الضوء ولا ما يقصوش عليك والله فريمون حاجه مش تاسف يعني هذا نورمالمون يطفي الضوء اليوم استاتيو اليوم في ستيك الكرم ماضي ساعه غير أربعة يعني يكون قدامك 280 واحد و90 واحد يعني يعني ما ما مش تقعد تستنى واحد بركه يخدم والله مع احترامنا اليوم ساعات القاهم ثلاثه انا القاهم ثلاثه قاعدين في القيشي وتلقى الدنيا تمشي كالنمالة فهمت؟ ما تنجمش تقول لهم خاطر هما بيدهم تلقاهم مخنوقين لداخل قاعدين متقلقين والله غالب معناها الله غالب كلنا شعب كامل سامحني اش معناتها مخنوقين ما يخدموا على رواحهم يا اخي هذاك اللي يستنى قعد ساعة ونص وبعد ما عملش قضيته وخلى خدمته وزاد معناتها راهو سي غراف معناتها مخنوقين على شنو هذيك خدمة واللي مش عاجبه يخلي بلاصة لواحد اخر ما يلوج على خدمة الناس باش تموت على الخدمة اما فما ناس راهو يخدموا في خدمهم بالكدا صاي بيان سور هذوك ما تلقاهمش مخنوقين وما تلقاهمش كلمات ساعات كي ترى حاجات كيما يعني حاجات توخ والله نهاريكا لازم سامحني زعما الناس تاخذ ان كونسيديراسيون وتمشي اكثر للبيمون اون ليني معناها تنجم راهو اليوم تنجم تخلص تنجم اذا كان نجمت اذا كان نجمت ما خير فما حاجه اخرى زاد مخطره سامحني فاتي فاتي تعديناها احنا الفاتوره اي فاتوره نتاع عنده غساله شيء في شيء معناها راهو تعدينا عليها كيكا انا مراه وحدي 350 فاش نعمل فاش نسقي ما عنديش بيسين بالحق راهو في ظرف 10 سنين مش الدوبل التخيط ولا زاد برشا هذا غريب تلقى عندك عندك حاجه مايله معنى يقول لك معنى خلاص برشا اما حبيت نقول اللي قلت سامي يعطيك صحه قلت مش الناس الكل قلت البارح صباح مشيت سنة بس قضية خذيت التيكي وقعدت نستنى في الصف في الدور نتاعي فما عباد جايين معناها مش فاهمين على جايين معناها غلطي مثلا جاي على حاجة ما لكن قاعدين يستنى مش يسألوا ولا حاجة خرج السيد ظهر في مسؤول سامحوني انتم دار على العباد القاعدين بالواحد بالواحد نشوف شو اللي عندك كان حاجه كان سيدي. حاجه تستوجب انك تستنى على خاطر فما المسؤول اللي مشيت لها بها مازال لاهي خليه وحاجه اخرى يقضيها لك هو بالوقت ويقول لك مرحبا هو بالمفروض هذاك في الاستقبال عون الاستقبال هو اللي يحدد وين يمشي هو يطلع لي لا يقضى له قضيته مش انه يقول له انت ما تستحقش يقضي له قضيته انت قضيتك نجم نعملها انا توا وهو نورمالمون هذا طبيعي تسهيل المعلومات اسمع فما فينومين اخر ما نعرفش كي لاحظتوه كي تمشي تقضي في غروند سيرفاس مثلا اي تجي حسبتك مثلا 23 دينار و670 فرنك
ولات اوتو لا ولات سيستيماتيك عندك 76 يحبك تعملهم خدمتهم ابخي تو كي تمد انت 30 دينار هات الباقي اخدم خدمتك تحسب تاك تاك ولات سيستيماتيك انت لازم تلوش تقعد تلوش على 630 فرنك أيوة فما فما فضاءات تجاريه تزيدك اذا كما هذاك في الـ في الـ في الكارت نتاعك مثلا في الكارت ما نعرفش اما ياسر سهوله ولات باش يخدموك انت انت ديجا باش تدفع كل لازم تحسب وتخرج من ساكك وتلوج بخلاف ربي معنا كمال الاجسام شنو هي الرياضه اللي مارسها ارنولد شوارزينيجر تعرفوه ارنولد شوارزينيجر اي بيان لا لا الخيانه يا عمري ما كممثل اي كممثل ما فيش حاجه كبيره الخيانة قلت لك الرياضة مش اللي مارسها مش عمل ناتاسيون بالك شكل كاتشك اللي كانوا نتاع لا 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 هاي ضحك للسؤال رجبي علاش تضحك اي ضحك لوي ضحك حاجة فينو برشا دانس كلاسيك بالي لا لا بالي اي البالي تخيلوا البالي دوك ارنولد شوارزينيجر حط لنا تصوير حط لنا تصوير مش يعرفوه كيفاش خاطر برشا ناس ما يعرفوه اما فما انا طاح من عيني الحكي علاش علاش ليه على الجثه هذيك كلها الجثه هذيك كلها على ترسم ياخذ تعمل هكا لا رقص بالي معناها شوف وقتاش اولا هو كان رقص بالي عندي بروفيسيونيل والحاجه هذه تبهت شويه لانه الناس استغربت انه رجل بمواصفاته سورتو المسكولاسيون وكل من اللي عمره 15 ها هو اخضر فوالا بدا يربح في المسابقات الكبيره من اللي عمره 20 سنه يكون اصله راقص بالي اما لازم نعرفوا ان الاختيار نتاع الرقصه هذا مش اعتباطي اللي فات بدا ياخذ في ديكور تاع بالي لانه اقترحوا عليه الدور في وثائقي اسمه بامبينغ ايرون عام 77 اللي يحكي عليه يطلب منه اون سيرتين سوبليس وتوازن في بعض المشاهد وقتها خذا كور دو دانس في البالي والكوريغرافي هو سوبليس لما حاله في الكمال السام راهي ما فماش بالكل مش صعيبه برشا تولي يبخين خاطر يترينو برشا على خير بلوك راهو يمشوا اللي عم بدنا كيكا راهو فما برشا يبسي بدو يبسي ولا يابس قسما بالله فما فتره شديتها ميسكولاسيون حتى نروح للدار نبدا تاعها باش نموت وما نشرب حتى شيء خارج كل يوم النتيجه وينها احنا نراو غازي انت يمكن ما تفتونش اما احنا نراو راكي لك في 30 سنه هذه 25 سنه المستوى معين ربع ساعه داري في حاله وقول يا رب تحيه لزملائي الكل اللي في الصاله يترينوا معايا ويعملوا في ميسكولاسيون لا والله يبي تو انت لعبتك انا لا خلينا نعمل ترى انا ترى بسكليت وحد قد جهيدي في عمري هذا انا قايم نعمل ميسكولاسيون بعرف الوقيد نعمل لا لا انا ولد الناتاسيون اي جو سي فيير دو ليتر وكاها معناها علاش علاش فما نقد للرجل اللي هو يمتهن الرقص او اختصاصه الرقص اي فما علاش عندنا نظره دونيه مجتمع ذكوري اي احنا نظره دونيه والحاجات الدونيه الكل لازمها تكون نسويه اذا تكون تابعه للمراه دوماج لا والله لا انا ما انا انا تو كان نوتر راني لا هوني لا هوني نرى انه فما نوع نتاع رقص يواتي الراجل وفما نوع نتاع رقص ما يواتيش الراجل تو سامبلومون هذا هو معني حسب انت والمجتمع خاطر مثلا تعرف من الراقصين الكبار في تونس هو سي حمادي الغبيبي ككردو سي حمادي الغبيبي اصله بالي ان اتوال راهو اتوال راهو راهو في باريس اتوال لكن المشكله فيش انا هذاك هذول ماهوش رقص كي تقول لي رقص نقول لك انا شو اسمه ممثل امريكاني ترافولتا كنا صغار نمشيو نتفرجوا فيه راهو هذاك رقص راهو قريب شنو معناه الغبيبي ماهوش رقص؟ لا انا ما كانش يروخ لي انا صغير وقت عمري صغير ولا الغبيبي نعرف اون بيرسون راه حضرت عليه في اعراس وحضرت عليه في حفلات سيتي بالنسبه لي انا واحد لابسك الصابات نتاع الحصن لوني وكذا زازمات 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 اما ايش نقول هو هذاك انا هذاك علاش حبيت نقول سي حمادي الغبيبي كي جا لتونس هنا وجاب الاختصاص نتاع الرقص الكلاسيكي افيك توت لا كونسيدراسيون دو نوبليس اللي عنده في اوروبا ضحكوا عليه هنا هذاك علاش اضطر مش يسلم كان عنده سكسي كبير في اي سلم في الرقص سلم في الرقص الكلاسيكي مش يلقى روحه باب اخر مش ينجح بيه على خاطر الرقص الكلاسيكي ضحكوا عليه خاطر جوستومون شنو كي كن 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 سي معناها فريمون احنا عن تشبيه اما ستار بين قوسين حبيت نقول كلمه باش ما نظلمش الراجل يرحمه بعد ايه يا غالي لا 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 ما قالش شو قلت انا تو هكا ما قالش صبيته لا مش انا في وجهه نظر في انا كيفاش نغزر للرقصه نتاعو مي في الاخر انا صغير نعقل عليه كان
شهرته غير عادية. كان اون فيديت وين يدخل البلاصه تشوف العباد تشوف عليه العباد معناها انا وقتها كونسيون باللي هو ستار مي مالوريزمون ما استوعبتش الفن نتاعو بينكم يفوت انت على الصغر في الرقص نتاع جون ترافولتا وما تقبلش الرقص نتاع الغبيبي خاطر الغرب يستانس بي انا مو انا بردي انا صغير شو معناها الغرب يعني رقص الغرب خاطر الغبيبي كان لان دي بيونيي نتاع الرقص في تونس ربما بتدر اول رقص تعرف تعرف من قدام الناس انه حاجه جديده عند الناس ما قبلوهاش كونوا انا ما قبلوهاش يعني مش باش الناس ما قبلوهاش انا مش باش نقلوا من قيمته معناها لا با دي تو ان غران الله يرحمه انا كغازي مانيش نحكي على الناس انا وقتها جون ترافولتا صغار كنا مبهرين بيه وكذا خاطر يقول فيه هو على صغر اليوم رشدي بالقاسم يتعرض لنفس الموجه نتاع التهكم والانتقال لطفي العبدلي كيف تشد بعضها يقول لك الرقاص الوغ كو لطفي عمل كارير في البالي ناسيونال معناتها انسى كل شيء معناتها فوالا فوالا اما انا تفرجت فيلم اسمه بيلي اليوت حاجه تقول رشدي ما انا بيرسونيلمون اللي يعمل فيه بحلو معناها بالنسبه عنده نقد من رافي واحد قاعد يعمل في تابلو ماكل على راسه رشدي ليه فادت مسكين اما نفس الشيء اللي عملوا الاغلاء ما قلت لك عاد انت ما قبلتوش اي وقت انا الصغر الصغر حبوبه محليه حبوبه حبوبه ما تبعدوش نرجعوا لكم في ساعتنا الثانيه